اسم حضرتك؟ محمد سمير سمير. ايوه حضرتك بتشتكي من ايه؟ احتقان في الزور. لا 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 حرام احتقان صح؟ ايوه انا جيت عندهم قلت انه يشوفوا لي صحتي عملوا لي عمليه وشلوا فوق البنكرياس الغدودي صدق فيا ترجعوا لي الغدودي يا انه لا كاستمر انتوا ناس منصابين وناس صراحه من فضلك عيب حضرتك اللي بتقوله ده اتفضل اقعد مكانك لا لا ثواني 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 يا مدام ثواني 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 حضرتك بس ثانيه واحده تعالي خليها تروح من فضلك يا استاذ انا اقول لك العياده هذه اتفضل يا استاذ من فضلك اطلع برا انتوا عياده تعبانه عياده ما تعرفوا طيب لو سمحت اطلع برا يا ساتر يا رب بسم الله الرحمن مالك انا مجنون ده مجنون جابوا لي الخمول يا انا كنت انسان صاحي رياضي ما تشوف حتى تشوف البايسبس شوف الترايسبس شوف الظهر بس لا برافو برافو اي هذا نصب واحتيال وانت انت ايه انت اصلا نصبت علي بالبيزات وبالفلوس انت ايه عايز تضربني ولا ايه انت ضحكتي ايه اصلا في الموضوع انت تافه ولا ايه الغدغد وين اي غدغد ده انا غدغد الراجل ده غدغدي غدغدي اطلع بره انت غدغدي في مكانه موجود قاعد غدغدي قاعد غدغدي موجود غدغدي اطلع بره انا ابغى غدغدي قبل ما اطلع بقول لك لما لا ابي هاي الناس نصابين نصابين اضربها اديها كافتيريا لمصلحتها بقول لك مصلحتها اطلع بره بس هاي الكف ما بعطينا كف من النوع الكف وانت بتقفلني لا 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 ما نضرب ما تضرب هي الموضوع هو بيتكلم ليه وانا بتكلم اه والله طب بدور طب بتكلم بدور انت اتكلم يا ولد واحده كده انت ده اه هو هم عملوا لي اي بلد انت انا من بنغلاديش طب لو شكلك بنغلاديش ايه. لحظه يا شباب ايه يا عم انت بتزقني ليه كده طب انت ليه انت علشان هم اللي هيزيد يضربوني دول لا هضربك انت تعالى لي خلينا نضرب اسمع استدخل نفسك لحظه طب استدخل نفسك يعني لحظه وانت لا 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 يا فندم لا والله العظيم بس عايز اقول حاجه لا لحظه اخر حاجه بس هقول لك على حاجه يعني يلا بدي اكفيت دلوقتي هو الاستاذ المعادي كفيتهم الاثنين كده ويتكلوا على ايه تهجم على ايه ده ولا ايه لا تمد الايد طيب اوكي هذا خلاص هذا عشان اطلع لا تمد الايد لحظه شويه لحظه شويه بس شوفي انتوا ناصبين علي وهذا حرام حرام تنصبوا عليه لا خلاص اوكي 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 خلاص اوكي 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 لا هذا شامبو يديد في الشيء اطلب انا عندي السكينه طب لحظه حتى لحظه لا لا اوكي خلاص يا جماعه احنا في فصل ولا ايه؟ لا 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 ما تزعق يا حبيبي لحظه أيوة. يا عم ما تزعق ما تلمسني يا عم يا حبيبي القميص ده مش ما تلمسني يا عم خلاص اوكي 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 خلاص خلاص دي حد هيتكلم علينا انا لا شوف لا هو ابعد ابعد لا خلاص اوكي 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 سالي 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 شوفي خلاص اوكي اوكي ثانيه ايه برايس لو سمحت بيسلم بيسلم عليك الرجال بيسلم عليك ايه خلاص اوكي اختي شوفي يسار شوفي يسار بس بس عيب بصينا اخبارك تمام معليش ما نكون ازعجناك لا تفضل انت شكلك رياضي بتلعب رياضه نحن اليوم عندنا منتجات كلش رياضيه فنحن عندنا بيتوفور صحي 100% وتفضلي جربي اذا حابه تجربي تفضلي تفضلي شو رايك في الطعم طعمها عادي لا لا مثل بيتوفور عادي لا لا هي بتبان طعمها عادي معليش معليش بتبان طعمها عادي لكن هي غير قطعنا هي طبعا تجريب قطع فري فإذا حابة تجربي نوع ثاني بالشوكولا مثلاً بالمكسرات اي خلاص معلش أخذنا من وقتي أختي الكريمة أنا تفضلي أنت جربت أعطيت تجربة الأخت اي نعم جربت ما أنت من الصبح قاعد لين ما أسحب لك واحدة أكلتي من البسكوت صح؟ الصناعة المنزلية الألياف الطبيعية من الكلام اللي ما في منها في الدولة موجودة صحيح إحنا على أساس أنك أنت أول كاستمر عندنا
احنا اللي قاعدين نتشارج على الحبه الواحده 20 درهم صاحبي الياف طبيعيه 15 درهم اتفضل كمل الاكله هاي ياكلها الاكله هاي وانا مالي خص والاخت لازم تشوف الشنطه مالتها انا ما عندي مشكله كذا كويس كسر جاك وما عاد تدفع كذا كويس حبيبي انت اللي كسرته لا تقول لحبيبي لا تقول لحبيبي لا تقول لحبيبي اوكي لا تقول لحبيبي لا تقول لحبيبي لا تقول لحبيبي لا تقول لحبيبي اوكي لا تقول لحبيبي لحظه لا تقول لحبيبي اسي جاك ده اللي زيتيه وليه ضربتيه وليه انا ضربته اي ضربتيه انت يا استاذه انا ضربته انت اكلت انت اكلت انت اكلت لا لا لحظه لحظه بعد التزم يا حدود التزمي حدودك يا استاذه اصبري عليه تعال اختي اختي العزيزه تعالي لحظه يا استاذه يا استاذه انت تدفع حق الجاك مش على كيفك مش على كيفك يا استاذ لا مش مشكله مش على كيفك انت تدفع حق الجاك معلش سامحيني روح اضرب سامحني يا استاذ